تقليديا يعتبر المصريون انفسهم شعبا مسالما لا يتسم بالعنف، لكن يبدو ان الامور بدات تتغير. اخبار جرائم العنف واحكام الاعدام صارت شبه يوميه، حتى وصل الامر الى تحقيق رقم قياسي جديد لاحكام الاعدام خلال الشهر الماضي. المؤسف ان الكثير من هذه الجرائم يقع لاسباب لا يتصور ان تكون ثمنا لحياه انسان، وتفسير ذلك عند الخبراء هو انهيار القيم الاجتماعيه نتيجه تردي الاوضاع في البلاد. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم صلاح الدين السيد جمعة عن التهمة الثالثة بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 10,000 جنيه لإيقاف التنفيذ، وألزمته بالمصروفات الجنائية وبراءته من التهمتين الأولى والثانية. والمتهمين ممدوح إسماعيل محمد علي، عمرو ممدوح إسماعيل محمد علي، محمد عماد الدين أبو طالب، ممدوح محمد عبد القادر عرابي، نبيل السيد إبراهيم شلبي ببراءته مما أسند إليهم وبحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. رفعت الجلسة. القضاء العلماني الفاسد الذي برأ صاحب عبارة السلام عضو الحزب الوطني الهارب عشان 35 يموتوا ياخدوا براءه حرام ربنا. وراء الشمس بهذه العبارة القصيرة تعبر الثقافة المصرية الشعبية عن توقعها لمصير أي مواطن يهتف في مظاهرة ولو سلمية ضد النظام. نحن في انتظار، نحن في انتظار عبور الجرحى الفلسطينيين، لا يسمح لهم بالعبور. والله اسألوا الجهة المسيطرة، يعني مش اسألوا الجهة المسيطرة على الأرض في غزة. يحملها أبوه أو أمه، وفي المقابل حزب الشيطان، حزب الشيطان الذي لا يلبث أحدهم أن يقول كل كلام من أجل إرضاء اليهود حرام فيه اسم أحمد. هو أحمق أبو غائط، تعرفون ما هو الغائط؟ هو أحمق أبو غائط. لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا بمن يشارك القتلة والذي يشارك ويرحب بذبحي المسلمين. لا أهلا ولا سهلا ولا مرحبا ممنوع لو كنا ربطنا حل القضية الأرض المصرية بالأرض الفلسطينية كان زماننا قاعدين ها حماس خلصت يا حبيبي، يقولك لا لسه بس في 10 هنموتهم وراجعين لك ايه يا فتح، يقولك بس اصل في واحد حمساوي في اللي مش عارف ايه وحرق. لا فعلا فعلا الناس دي تستحق يقينا وحقا وصدقا ما يحدث لها، وربنا له ايات في القرآن بتتكلم عن الموضوع ده. احنا نستحق، عارف الناس دي تستحق اللي بيجرى لها. والله المقاله بتاعت الاستاذ صلاح منتصر انا توقفت عندها لما قال لك انا زهقت وقرفت، فعلا عنده حق انه يزهق ويقرف. الناس دي تستحق اللي هي فيه وتستحق انها تنتهي، والخواجه الاسرائيلي سلام يا عمي. والذي نراه الان في القاهره وتسرب الينا هي شروط اسرائيليه مصريه فلسطينيه، فهم يريدون ان يلووا يد المقاومه الذي لم يستطع اردوغان ان يلوي هذه اليد. لا تكاد الحكومه المصريه تلتقط انفاسها حتى تاتيها ازمه تلو الاخرى، هذه المره جاءت من داخل البيت. تقرير للمجالس القومية المتخصصة يشير إلى أن 46% من المواطنين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية. وأشار التقرير إلى أن الأمهات والأطفال في مصر يعانون من عدم توفر الغذاء اللازم بنسبة 35% للأمهات و53% للأطفال، مما يشكل خطورة عليهم، خاصة أن هذه الفئات تعد الأكثر احتياجا إلى التغذية السليمة. لكن الوضع يزداد سوءا مع وجود 41% من سكان البلاد فقراء حسب تقرير التنمية البشرية العربية.
نفسي بقى الواحد يبقى زي عندنا شقه وعندنا مكان ننفر فيه وكده. مفيش ولا بقى ارجو من نص النجاح صعب بدنه بس كله طماطم بس جيب لي حته اللبن اللي منخرجوا فيه. لشيخ الأزهر تبيح للمسلمين المشاركة في بناء كنائس أخرى منسوبة لدار الإفتاء المصرية تمنعها جدلا وغضبا في الشارع المصري وبين القيادات الدينية والمفكرين والمثقفين. مبروك يا عرسنا يا ابو شنة ورنة يا واخدنا وراسة اطلب واتمنى واخرج من جنة ادخل على جنة مش فارقة معانا ولا هاري يا بدنا ولا تعب قلوبنا ولا فاق عبضنا يا عريس الدولة اطرح وتهنى. بس اعتدى الاستاذ الزعيم من ساعتها وما زلت بدعيله ربنا يخليهن بحق جهنم. اللهم خلي الزعيم واديله زي ما هو عايز. عايز مانجا ياخد مانجا، عايز فراوله ياخد فراوله، عايز فلوس ياخد فلوس، هو محتاج فلوس. اللهم صل على النبي، ده بيركب ببلاش. بس انا عايز اقول لك ان في ناس في الاسوشيتد بريس هنا ساعه الماتش يا تامر ولا واحد عربي بيشجع مصر. وبعدين الجزائر، مين الجزائر دي يا جماعه؟ احنا نعرف الجزائر دي من حريمها من الاخر يعني صراحه كده. انما الجزائر ايه جنب مصر؟ احنا نعرف الجزائر دي من حريمها، احنا نعرف الجزائر دي من حريمها، احنا نعرف الجزائر دي من حريمها. زحام وضوضاء في شوارع القاهرة وأيضا تحرش جنسي والذي بات ظاهرة معتادة في قاهرة المعز، غير أن ظاهرة جديدة بدأت تنتشر هي الأخرى ولكن دون الإبلاغ عنها، وهي المعاكسات التليفونية. أفاد تقرير صدر مؤخرا عن شعبة الخدمات الصحية التابعة للمجالس القومية المتخصصة أن 41% من المواطنين المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 46% يعانون من سوء التغذية. ويعتبر التقرير أن هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بدول أخرى. الحزب الوطني حدش مش عارف ايه المشكلة. خلينا نشرح لك المشكلة. هل هو ده موضوعك؟ اه ده موضوعي. اتفضل. خلينا نشرح لك المشكلة. المشكلة ايه؟ أن القيادة الكبرى في الحزب الوطني السيد صفوت الشريف هو اللي مسؤول عن مجلس الشورى هو اللي بيعين رؤساء التحرير. كتير سواء ولا إشارات ولا أي حاجة في الدنيا. اه. المشكلة مشكلة مجتمع محتاج ان هو يعاد صياغته بالكامل في اطار دولة حديثة. كيران، كمية التهزيق وقلة الادب اللي ايران عملتها الايام اللي فاتت دي في مصر والمصريين وفي الاخر في الادارة المصرية لا تعد ولا تحصى. فجأة قرر الايرانيين ان مصر دي اسوأ بلد في العالم، وقرروا ان احنا اكبر بلد في العالم، وقرروا ان احنا افسد بلد في العالم، وقرروا ان احنا اللي بنساعد اسرائيل على حصار غزة. هنا العقوبة راح تكون كبيرة جدا. اوه كبيرة 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 جدا. كبير جدا ما يحدث من قبل العسل. هل يعقل الا يتم تقبل الهزيمة بهذه الطريقة؟ حسام حسن استقبلك الجمهور بالتصفيق، استقبلوك بالورود. لشيخ الأزهر تبيح للمسلمين المشاركة في بناء كنائس وأخرى منسوبة لدار الإفتاء المصرية تمنعها جدلا وغضبا في الشارع المصري وبين القيادات الدينية والمفكرين والمثقفين. هناك أشياء مخفية في العلاقات ما بين الدولتين ولا يستطيع أحد أن يعلنها للعلن، وبالتالي فإن الصحافة السياسية لا تستطيع الخوض في هذه المواضيع فتجيرها للصحافة الرياضية لتخوض فيها. وإذا علمنا أن الصحافة الرياضية في العالم بشكل عام هي الأقل تثقيفا بين الصحفيين، فبالتالي هم يسارعون إلى إثارة الفتنة بشكل أكبر. شحن إعلامي تتجاوز كل الحدود. هناك أزمات سياسية وجدت متنفسها
الوحيد بين أقدام اللاعبين، هناك خرق للعلاقات التاريخية المصرية الجزائرية بصورة يصعب ترميمها في مدى منظور، هناك توظيف سياسي أنا لاحظت على سبيل المثال، هذه أول مرة تقريبا يعني أرى وجه سيد جمال مبارك مبتسما والمذيع يقول افرح افرح يا جمال.